السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية، بنراجع مع بعض على الوحدة الأولى يونت 1 من منهج اللغة الإنجليزية. وركز معايا كده وبص على الأسئلة وإزاي بتتحل عشان تعرف تحل بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا كده أول سؤال يا شباب. Complete the dialogue between سامح and إيهاب. إيهاب bought a new mobile. إيهاب اشترى موبايل جديد. فسامح بيقول له ايه؟ جود مورنينج ايهاب، ازيك يا ايهاب، صباح الخير. ايهاب قال له جود مورنينج سامح، صباح الخير يا سامح. وات ا نايس موبايل، ايه الموبايل الجميل ده؟ وين ديد يو باي ات، انت اشتريته امتى؟ طبعا يا شباب لما تقرا بقيه المحادثه مش هتلاقي حاجه تدل على شيء معين، فممكن مثلا تكتب له كلمه زي yesterday، يعني انا اشتريته امبارح. ممكن تقول I bought it yesterday أو تقول له yesterday. طيب سامح سأله سؤال، إيهاب قال له It's 1500 pounds، ب 1500 جنيه. يبقى السؤال هنا بكام؟ يبقى How much is it؟ How much is it؟ Can you come with me to buy one؟ ممكن تيجي معايا عشان أشتري واحد؟ هيقول له بالتأكيد Sure أو Yes I can، تمام كده، او يس اوف كورس، ممتاز ممتاز. خش على اللي بعده. ساله سؤال قال له وي كان جو ذيس ايفنينج، احنا ممكن نروح النهارده بالليل. فسامح قال له ممكن نروح امتى؟ يبقى متى نستطيع ان نذهب. متى يعني ايه؟ يعني وين، تمام كده. وين والفعل المساعد، خلي بالك الفعل المساعد موجود عندك اهو، يبقى وين كان وي جو، تمام ممتازين يا شباب. هيقول له ثانك يو، يو ار ويلكم، شكرا عفوا، زي الفل، محادثة ايه لذيذة اللذاذة. خش على اللي بعده يا جميل. طبعا يستحسن كده بترجم الكلمات اللي فوق، كلمة أميز دي يعني مندهش، تمام يا مستر. ترام اللي هو الترام، تمام. كانتري سايد اللي هو الريف. مونيومنتس يعني آثار. ميوزيوم المتحف، تمام يا مستر زي الفل. أميزنج معناها مدهش، تمام. A lot of tourists، كثير من السياح، prefer spending their holiday، بيحبوا أو يفضلوا إن هم يقضوا الأجازات بتاعتهم في مصر، in Egypt. As it has a lot of، لأن فيها كثير من إيه؟ monuments اللي هي طبعا الآثار. They also like to go to the Egyptian، عايزين يذهبوا أو يحبوا إن هم يروحوا إلى the Egyptian ميوزيوم اللي هو طبعا المتحف المصري، تمام كده. To see our old treasures، عشان يشوفوا الكنوز القديمة بتاعتنا. Some of them prefer، وبعضهم بيفضل going to the، يذهبوا إلى، to enjoy the fresh air، عشان يستمتعوا بالهواء المنعش الجميل. يبقى هيروحوا فين؟ الريف، تمام كده يا شباب. And the clean environment. Finally، أخيرا، they are to see such these wonderful places، هما بيكونوا مندهشين، تمام كده يا شباب. قطعة جميلة ولذيذة وحلوة. خش على التشوز. means cars، حاجة كده بنقصد بيها العربيات واللوريز والموتور بايكس، تمام كده، الحاجات اللي هي ايه، المواصلات والمركبات والسيارات والاتوبيسات. يبقى مستر ترافيك، ممتاز ممتاز. اللي بعده، is a large area of water with land around it، منطقة من المية حواليها الأرض، تمام كده، يبقى على طول ليك يعني بحيرة. Number three، there are a lot of monuments، في كثير من الآثار، تمام كده، في كثير من الآثار in Luxor، في الأقصر طبعا يا شباب، in Luxor، تمام كده. monuments الآثار ديت معناها إيه بقى؟ معناها طبعا old buildings اللي هي المباني القديمة. Number four، to get the adjective of help، عايزين كلمة help نجيب منها صفة، هنضيف لها suffix ايه، المقطع ايه اللي بيتضاف في الآخر. helpful يا مستر، ممتازين يا شباب، ايه الجمال ده. Number five، is something that people build to remember an important person or event، حاجة الناس بيبنوها عشان يتذكروا بيها شخص مهم أو حدث مهم. يبقى على طول الأثر، الأثر يعني ايه؟ monument، تمام كده، ممتازين. Number six، Sara is interested in modern art، سارة مهتمية بالفن الحديث. طب عايز the synonym، عايز المعنى الآخر لكلمة modern. modern يعني حديث، صح كده؟ يعني old لا طبعا، aged لا طبعا، recent يعني حديث، برافو يا شباب. وبرضو ممكن أقول إيه؟
نيو ممتازين. شو بقى الاسئله جميله ولذيذه ازاي؟ خش على بيج نمبر 2. وي اولويز اور شوبينج ان فرايديز، عايز اقول ايه بقى؟ احنا بنقوم بالتسوق بتاعنا ايام الجمعه، يبقى دو يعني بنعمل التسوق بتاعنا، نقوم بالتسوق بتاعنا. حد ممكن يقول لي يا مستر ما نقول جو، لا ما جو دي يذهب للتسوق بيجي بعد منها شوبينج مباشره، جو شوبينج، تمام كده؟ يبقى كلامك صح. لكن هنا عندنا ايه؟ عندنا اور، فطبعا هي كلمه ايه؟ دو هي اللي هتنفع، تمام كده. نمبر 8، مور ذان اكتر يوجوال مينز، اكتر من المعتاد، يوجوال اكتر من المعتاد يعني especially يعني حاجه ايه؟ حاجه خاصه، تمام كده. كان يو سي اول ذوز بوتس اون ذا، بتقدر تشوف الاوارب دي فين؟ لايبراري، بانك، بلين، ليك، طبعا ليك يعني بحيره، تمام كده. ذا بارك الحديقه از فيري ان ذا مورنينج يو كان اونلي هير ذا بيردز سينجينج، انت تقدر فقط تستمع الى الطيور وهي تغني. اذا الحديقه بتبقى هادية يعني ايه؟ يعني peaceful، ممتازين. نمبر 11، My brother is very good at sports. My brother يعني اخويا كويس جدا في الرياضة. And he is good at handball. طبعا and يعني هنا ايه؟ بضيف حاجة إلى حاجة. And he is especially good at handball، يعني هو كويس جدا خصوصا كمان فين؟ في الهاند بول، تمام كده يا شباب؟ يبقى especially. نمبر 12، There was a lot of يوجد كثير، there was a lot of on the roads، يعني يوجد ايه بقى؟ يوجد ترافيك، يوجد مرور، تمام كده؟ So we were late، عشان كده احنا متأخرين، في زحمة في المرور، تمام كده يا شباب؟ وخلي بالك was، there was هي بيجي بعد منها حاجة مفرد، تمام كده؟ أو تعامل معاملة المفرد، طبعًا باصص دي جامعة ما ينفعش تيجي، وكارز ما تنفعش، عشان ممكن ناس تقول لك إيه؟ طب يا مستر ما هو الطريق كان فيه أتوبيسات وإحنا برضو اتأخرنا عشان الزحمة، أقول لك خلي بالك أنت هنا عندك واز بيجي بعد منها مفرد أو ما يعامل معاملة المفرد، فكارز جامع، باصص جامع، لوريز جامع، ما فيش إلا كلمة ترافيك، ممتازين؟ والسؤال ده يا شباب سؤال فعلًا حلو وجميل. نمبر 13، students الطلاب were excited to hear about the school trip to Aswan. excited ده هزود لها ايه؟ excited يا مستر بمعنى مثارين ومنفعلين، ممتازين يا شباب. number 14، the sphinx at Giza، ابو الهول اللي موجود في الجيزه، is Egypt's most famous monument، اللي هو طبعا اثر مشهور جدا او يعتبر اكثر اثر مشهور في مصر، monument. خش على اللي بعده. The match، الماتش was exciting، الماتش كان ايه؟ كان مدهش. We all enjoyed it، احنا كلنا استمتعنا بيه. It wasn't، هو ما كانش ايه؟ ما كانش boring، تمام كده. 16، ليك تمساح، بحيرة التمساح، مالها يا مستر؟ is a beautiful lake with beaches around it، يا مستر دي جت 5000 مرة. اللي هي طبعا بحيرة التمساح، طبعا بحيرة جميلة with beaches بشواطئ حواليها، تمام كده. 17، we went to the، ذهبنا إلى الإيه؟ سنتر، يا مستر سبورتس سنتر، اللي هي طبعا المركز الرياضي يا مستر، جميل يا شباب. أهم حاجة سيادتك تكون بتقرأ وأنت بتحل وفاهم أنت بتحل إيه، وخد لك بقى شوية عصير كده عشان تنعنش نفسك شوية. خش على اللي بعده. 18، I like visiting، أنا بحب زيارة the natural museum because، يا مستر natural science museum اللي هو طبعا المتحف بتاع العلوم الطبيعية، يا مستر دي جملة جميلة وكلمة جميلة احنا حافظينها. اللي بعده 19، the word peaceful، كلمة peaceful يا شباب can be replaced، يعني ايه replaced يا شباب؟ يعني تستبدل. خلي بالك بقى لأن في ناس ممكن في رأس السؤال بيتلخبطوا، تمام كده؟ يبقى ممكن تستبدل، يعني هو عايز المعنى بتاعها يا شباب. كلمة بيسفول يعني هادي، هادي يا عبد الهادي، يعني كالم اند كوايت، ما هي كالم يعني هادي وكوايت يعني هادي، تمام كده؟ تمام يا مستر. 20، there are attractive buildings، يعني يوجد مباني جميلة جذابة، تمام كده يا شباب. interesting monuments يعني ايه؟ يعني آثار شيقة. and lots of gardens، وكثير من الحدائق، تمام كده. attractive معناها ايه؟ means معناها ايه يا ترى؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا مستر؟ beautiful، ممتازين والله يا شباب. خد لك كمان بقى عصير. the word can be the opposite of boring، the word كلمة ايه بقى؟ اللي هي
اوبزيت. اوبزيت يعني ايه يا شباب؟ حد عارف معنى كلمة اوبزيت؟ اه يا مستر، اوبزيت يعني مضاد، يعني عايز عكس كلمة بورينج. تمام كده؟ طب كلمة بورينج يعني ممل، عكسها ايه؟ انترستنج يا مستر، يعني شيق. والله ممتازين يا شباب، خش على اللي بعده. 22، you can make an adjective from، انت ممكن تعمل صفة from a verb use. كلمة use عايز احولها الى صفة، يا مستر سهلة قوي. useful، ممتازين. 23، we can form the word peaceful from the noun، احنا ممكن نكون كلمة peaceful. we can form the word peaceful from the noun ايه؟ كلمة peaceful دي ممكن اعملها كده يعني اسم، peaceful دي صفة يا مستر، احولها الى ايه؟ الى peace، يعني اشيل منها الثلاث حروف دول يا شباب، اصبحت peace. تمام كده يا شباب؟ يبقى 23 peace. 24، to give the opposite of the word natural، عايزين ايه؟ عكس كلمة natural. طب ما هي سهلة يا مستر، الناتشورال، ممتازين. 25، is a large area of water، يعني منطقة كبيرة من المياه، with land around it، لسه حلينها يا شباب من شوية اللي هي ليك. 26، is a place، مكان، where we can see trees، بنقدر نشوف في الأشجار، في and other interesting plants، كمان النباتات الايه الشيقة بنقدر نشوفها هناك. طالما بقى اشجار ونباتات يبقى botanical garden، حدائق نباتية. 27، is a place where we can play volleyball، مكان بنقدر نلعب فيه volleyball، tennis and other sports there، وكمان الرياضات الاخرى، يبقى sports center لو طبعا المركز الرياضي. خش على اللي بعده. قطعة جميلة ولذيذة جت قبل كده في محافظة إنا. تمام كده، بيقول لك one day an old man came to our village to visit a friend، بيقول لك في يوم من الأيام جه راجل عجوز يزور القرية بتاعتنا. تمام كده، أو يجيه القرية بتاعتنا عشان يزور صديق لي. his friend الصديق was poor farmer، كان مزارع فقير. when the old man saw the farmer، أول ما الراجل العجوز شاف المزارع اللي هو صاحبه الفقير، he became very pleased، كان مبسوط. but he found that، وجد ان his friend صديقه was poor and sad، يعني هو اول ما شافه اتبسط انه شاف صاحبه، بس في نفس الوقت طبعا لما لقاه فقير كان زعلان. so لذلك he decided، قرر to help him، ان هو يساعده and make him happy، ويخليه مبسوط. the old man put his finger on a small piece of rock which suddenly turned into a piece of gold. The old man، الراجل العجوز، حط صباعه على قطعة صغيرة من الصخرة، which suddenly، اللي اتحولت فجأة إلى قطعة من الذهب. He gave it to the poor farmer، واداها إلى صديقه المزارع الفقير. But the old man، ولكن هذا الرجل العجوز، saw that، شاف إن his friend، صديقه المزارع ده، ما زال unhappy، يعني غير سعيد. so لذلك he did the same thing again، عمل الحاجة دي مرة تاني، جاب برضو حتة صخرة وحط عليها صباعه وتحولت لذهب وادها لصاحبه، ولكن ما زال صاحبه حزين. but this time، ولكن في هذه المرة، with a bigger piece of rock، ولكن طبعا المرة التانية كانت صخرة أكبر شوية، ومع ذلك ما زال صاحبه حزين. the old man became amazed، طبعا الراجل العجوز became، أصبح amazed، مندهش. and asked his friend، وسأل صاحبه الفقير، الفلاح الفقير، وقال له ايه؟ How can I make you happy my friend؟ ازاي اخليك يا صاحبي سعيد؟ His friend replied، صاحبه الفقير قال له ايه؟ I want you to give me your finger، انا عايزك ايه؟ Give me your finger، تديني صباعك اللي بتحول بيه الحاجة الى ذهب، فانا محتاج صباعك دوت. تمام كده يا شباب؟ طبعا حاجة ايه؟ تدل الراجل ده طماع اصلا يعني. The farmer، الفلاح، كان بليزد ولا هابي ولا انهابي؟ طبعا كان انهابي. The farmer wanted the old man's، هذا الرجل المزارع كان عايز ايه؟ طبعا صباع الراجل الكبير او الراجل العجوز. The underlined it، كلمة it refers to، تشير الى ايه؟ طبعا it يا شباب موجودة عندنا في السطر الخامس. he gave it to the poor farmer، طبعا it هنا عايدة على piece of gold. تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر. طب where did the farmer live، الفلاح عايش فين؟ طبعا in a village، في قرية.
دي الإجابة بتاعت السؤال الرابع. هنروح قايلين in a village. تمام كده. In a village. Why did the old man decide to help the farmer? ليه الراجل اللي هو العجوز قرر إن هو يساعد الفلاح؟ طبعا لأنه وجده فقير، لأنه فقير وحزين. Because he وكمل الحتة دي يا شباب was poor and sad. السؤال الثالث يا شباب، What do you think of the farmer؟ يعني ما رأيك في الفلاح؟ ممكن طبعا تروح قايل له he is greedy. يعني ايه greedy؟ يعني طماع. ما عرفتش كلمة greedy انك تقول ان هو طماع، ممكن سيادتك تقول ان هو bad يعني شخص سيء. تمام كده. خش على سؤال الكوريكت. I never go to school. طبعا ايام الاسبوع يا شباب بيجي معها حرف الجر on. We traveled to Luxor. احنا سافرنا الى الاقصر. On next March. طالما سافرنا يبقى last March. كلام في الماضي. Number three. They bought هم اشتروا the new house المنزل الجديد. خلي بالك ان دوت تاريخ 13 ابريل 13 ابريل او اوف ابريل، يبقى على طول on لان التاريخ بياخد on. Number four. I always go to school. بروح المدرسة في الصباح، يبقى in the morning. Number five. The first metro اول مترو. تمام كده. The first metro train أول قطار leaves بيغادر طبعا الساعة 7، وقلنا حرف الجر add بيجي مع الساعات. Number 6. We need to have this report. We need to have this report ready in 15 minutes. يعني عايزين التقرير ده يخلص في خلال 15 دقيقة. تمام كده، قلنا كلمة في خلال معناها in. Number 7. I visit my cousins. أنا بزور ولاد عمي. طبعا أيام الأسبوع يا شباب بيجي معاها on Friday evenings. Number 8. He works on the farm. هو بيشتغل في المزرعة. طبعا at the weekend في نهاية الأسبوع. Number 9. I visit my grandmother. أنا بزور جدتي. Lunch time. طبعا قلنا حرف الجر at بيجي مع الوجبات. At lunch time. Number 10. Judy goes to the sports center. بتذهب إلى المركز الرياضي. The afternoon on Saturdays. يبقى in the afternoon معناها بعد الظهر في أيام الأحد. تمام كده. قلنا كلمة the afternoon بيجي معها in. Number 11. I have tennis lessons at 9 a.m. برضو حرف الجر at بيجي مع الساعات. أحسنتم يا شباب. اللي بعده. 12. The hospital المستشفى is in front of the train station. طبعا يا شباب تو هنا يبقى محتاج لها على طول ايه؟ محتاج كلمة next. 13. I usually go to the sports center. انا بذهب الى المركز الرياضي. On Friday. 14. The museum المتحف is a good place. مكان جميل. To go at the weekend. قلنا كلمة weekend بيجي معها at. The school المدرسة is the zoo. خلي بالك هنا حديقة الحيوان وهنا المستشفى، ودول حاجتين، يبقى على طول هقول ايه؟ هقول between. تمام كده يا شباب. يبقى احنا عملنا ايه يا مستر؟ رجعنا مع بعض على lesson 1 و 2 unit 1 منهج اللغة الإنجليزية بالنسبة لحبايبنا تالتة إعدادي يا شباب. تمام، إن شاء الله هنراجع 3 و 4 3 و 4 lessons 3 و 4 إن شاء الله، وتابعوا معانا هنراجع حاجات جميلة في اللغة الإنجليزية. ما ننساش بقى الاشتراك في القناة. كان معكم مستر أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.